فوق الخط الأحمر مع مقداد الحميدان. أحبتي المشاهدين الكرام، أنا ما كنتم أسعد الله مساءكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. عرس انتخابي وأغرقت الصناديق، لكن ماذا بعد؟ المفوضية العليا للانتخابات أكدت أنه خلال ساعتين ستكون هناك نتائج، ربما هي نتائج أولية وحتى نسبة المشاركة، لكن النتائج النهائية ستكون خلال 24 ساعة من الآن. هناك حديث واضح عن تقدم السيد محمد الحلبوسي في الأنبار بفارق كبير، أيضا تقدم للسيد أسعد العيداني في البصرة أيضا بفارق كبير، يأتي بعد السيد عدي عواد. هناك في الدائرة 12 في بغداد تقدم واضح للسيد غاندي الكزنزاني أيضا بفارق كبير، وإلى الآن هناك النتائج ربما ستظهر تباعا. السيد الكاظمي في تغريدة إلى بعد إغلاق الصناديق ذكر: أتمنى بحمد الله وواجبنا ووعدنا بإجراء انتخابات نزيهة آمنة ووفرنا الإمكانات لإنجاحها، أشكر شعبنا الكريم، أشكر كل الناخبين والمرشحين والقوى السياسية والمراقبين والعاملين في مفوضية الانتخابات والقوى الأمنية البطلة التي وفرت الأمن والأمم المتحدة والمرجعية الدينية. السيد الصدر أيضا أكد بأنه قد وعدناكم بانتخابات مبكرة وأوفينا بفضل الله ومنته، وها هي تمر علينا بنجاح باهر من الناحية الأمنية والمهنية. أيضا كان هناك عدة تغريدات من ضمنها أيضا تغريدة السيد الحلبوسي ذكر فيها: أنجزنا انتخابات مبكرة استجابة لإرادة الشعب. السيد برهم صالح أيضا ذكر: تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبرة عن إرادة الشعب وتحقق تطلعاته. أيضا يعني مثل ما ذكرت مركز صوت لشؤون الانتخابات يذكر محمد الحلبوسي يحصد المركز الأول على الدائرة الأولى في محافظة الأنبار. أيضا مركز صوت لشؤون الانتخابات يذكر أن السيد علاء الركابي يحصد المركز الأول على الدائرة الأولى في محافظة ذي قار. أيضا مركز صوت يذكر أن السيد أسعد العيداني يحصد المركز الأول في محافظة البصرة. السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يشكر السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحققين والموظفين والحراسات القضائية المشاركين في اللجان القضائية الخاصة بيوم الاقتراع على جهودهم المتميزة التي ساهمت بإنجاح إجراء الانتخابات. رئيس مجلس المفوضين ذكر: أرسلنا رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى. أيضا ذكر: بادرنا سريعا بالإبلاغ عن الخلل الفني الذي حدث صباح اليوم وتم معالجته فورا. السيد أيضا رئيس مجلس المفوضين ذكر: المفوضية عازمة على إتمام العملية الانتخابية بشكل رصين. ذكر السيد رئيس مجلس المفوضين أن إعلان النتائج النهائية سيكون خلال الساعات المقبلة، نسبة المشاركة ستعلن أيضا لاحقا. مركز صوت لشؤون الانتخابات أيضا ذكر أن حركة امتداد تحتل المركز الأول في محافظة ذي قار. قبل أن أبدأ بالحلقة كان هناك تغطية مستمرة اليوم منذ الساعة 7 صباحا إلى حد هذه اللحظة. أشكر زملائي في استوديوهاتنا في أربيل، في بغداد، في عمان على هذه التغطية وفي هذه الأجواء المتعبة، على رأسهم السيد مدير الأخبار في قناة سامراء الأستاذ أنس عبد الرحمن، كل الأخوة الزملاء مقدمي البرامج وكل الكادر في غرفة الأخبار كان لهم دور متميز في نقل الحقيقة للشارع العراقي بعيدا عن التوقعات والتكهنات التي ينشرها بعض القنوات بدافع الشوشرة على المواطن العراقي. خلوني أناقش ملفات مهمة في هذه الساعة مع
ضيفي الأستاذ علي محمود القادم في تحالف تقدم. حياك الله أستاذ علي، مرحبا بك وحياك الله. بالبداية أريد أسأل سؤال أهم. أكو كان هناك خلل فني في بعض الأجهزة، كان هناك سجلت خرقين ثلاثة، كيف تقيم العملية الانتخابية اليوم؟ تفضل. تحياتي لحضرتك أستاذ مقداد وكادر قناة سامرة والمشاهديها الكرام. بداية أحب أن أبارك لجمهور تقدم، مبارك لتنظيماتنا كوادرا وأفرادا، مبارك لجمهورنا الصدارة في محافظاتنا. كما وعدنا سابقا أن تقدم سيفوز بفارق كبير ولا يوجد منافس له، اليوم تقدم فعلا أصبح بدون فارق وأصبح هو المظلة السياسية لست محافظات، أصبح اللون البرتقالي هو المظلة السياسية لهذه المحافظات. كل من يأتي من الكتل الصغيرة التي فازت أهلا ومرحبا به تحت الظل، تقدم للتفاوض حول الحكومة المقبلة. طيب. اليوم كان يوم صراحة. لا خليني أقول لك عند هذا اليوم، إحنا بعدنا داخلين في أجواء الحكومة المقبلة، فلا تدخلني في هذه الأجواء، راح أرجع لك إياها بعدين. شلون تقيم هذه الانتخابات؟ نسبة المشاركة كانت نسبة قليلة جدا، يعني لم أتوقع أنه في جانب الرصافة أن يكون 9%، في الكرخ 13%، في النجف 13%، في صلاح الدين تكاد أن تكون 19. لا كانت في الصباح 22 27 بعدين نزلت 19%. يعني في الانتخابات، يعني في الانتخابات نعم التي جرت كانت قريبة إلى هذه النسبة. طيب، ما يميز هذه الانتخابات أنها كانت انتخابات مبكرة أولا، قانون الانتخابات بها جديد ثانيا. طيب، لم صراحة كان المؤمل أن يكون مشارك أكثر، لكن الذين شاركوا فقط الأحزاب اللي عندها تنظيمات منظمة والافراد اللي يعني اشتغلوا على ان يكون عندهم اشخاص في الانتخابات. يعني كان بدنا ان يشارك الشارع العراقي بشكل كبير في احداث التغيير، ولكن يعني ما يعني اليوم صباحا جولت في بعض مناطق بغداد الكرخ تحديدا، يعني كان ماكو بها اي يعني نسبه مشاركه قليله ولا تكاد تذكر، ولكن الحمد لله انه عبرت الانتخابات دور مفوضيه الانتخابات كان جدا رائع. موظفين مفوضية، القوات الأمنية البطلة التي حمت العملية الانتخابية، شكرا لهم جميعا. وإن شاء الله يعني ننتظر ما بعد الآن وإعلان النتائج الرسمية. طيب، ما يميز هذه الانتخابات أيضا نقطة مهمة جدا، هو أنها خالية من التزوير. أنا أعتقد أن هذا الآن أكو حوادث، هناك خروقات، وتم اعتقال أكثر من 70 واحد في عموم العراق، لكن ما يميز هذه الانتخابات أنها خالية من التزوير وغير متلاعب لحد هذه اللحظة. الساعة 8 وربع بيوم 10 تشرين، على مود لا حد ياخذ علينا فيما لو لا سامانا صار شيء. شنو رأيكم؟ هذه النقطة راح يزيد ثقة المواطن بالانتخابات القادمة. أبو فيصل، أنا شفت العملية الانتخابية كانت سلسة جدا، يعني أنا رحت وطلعت بالانتخابات في المركز الانتخابي ما طول 7 دقائق. طيب، كانت العملية سلسة جدا. أنا ما منتخب ترى. لا مو البعض، واحد داز مسج يقول لي أستاذ ليش ما منتخب أنت؟ أنا ما انتخبت لأنه أنا مسجل على انتخابات الخارج بصراحة في المملكة الأردنية الهاشمية وانحرمت من الانتخابات، فأنا متوصل رسالة إن شاء الله. كان أداء موظفين مفوضية داخل مركز الاقتراع رائع جدا، كان تعامل القوات الأمنية التي تحمي المراكز رائع جدا. لحد الآن لم تسجل أي عملية خرق كبيرة، التي سجلت عمليات لا يعني لا تصل إلى المستوى المطلوب، ولكن على كل الكتل السياسية القبول بنتائج هذه الانتخابات، فاز من فاز وخسر من خسر، المهم أن العملية جرت بديمقراطية عالية. كان الكثير يعول على ألا تجري انتخابات في العراق، ولكن جرت والحمد لله بفضل تكاتف الشعب وبفضل قرارات أصدرت ونفذت. نعم. طيب، نسبة المشاركة قياسا بالكم الهائل من الحملات اللي شفناها الانتخابية، شلون تقيسها؟ شنو رأيك بي؟ يعني صراحة غير مقبول تماما. طيب، غير مقبول تماما. لا انت في يعني في في حلقه سابقه احنا قبل كم يوم قلنا على عندي بالك، نعم، المشاركه في المحافظات السنيه هي اكثر من المشاركه في المحافظات الشيعيه. طيب،
الإقبال على صناديق الاقتراع في المحافظات السنية أكثر من المحافظات الشيعية. طيب. يعني وهذا الشيء دل على شيء يدل على أنه أهل هذه المحافظات بعد تجربتهم المريرة بالتهجير بدأوا يفكرون بتغيير عن طريق صناديق الاقتراع. هم كانوا الأقل نسبة بالمشاركة، هم كانوا العازفين عن المشاركة، اليوم نسبتهم من تقاس بالنسبة للمحافظات الجنوبية، فهذا شيء إيجابي. نعم. طيب أنا وصلتني بعض التخمينات الأولية، ربما الناصرية من ثلاث دوائر، مقعدان من الكتلة الصدرية، مقعد لدولة القانون، مقعد للفتح، امتداد مقعدان قوى الدولة ثلاث مقاعد. أيضا وصلتني نتائج من باسم خشان يحصل على الأول في أيضا في دائرته في السماوة كنتائج أولية. أيضا مقاعد دائرة شمال بابل الكتلة الصدرية لحد الآن، الكتلة الصدرية مقعد، تقدم مقعد، الفتح مقعدان، والحزب الإسلامي أيضا مقعد، يعني السيدة مهد جنابي رشيد، نعم الأستاذ رشيد العزاوي، يعني هذه من قراءة مراقبي الكيانات من الشرائط التي خرجت من الحسابات، وهذه قد تكون أقرب بنسبة 80%، يعني هاي النتائج الموجودة وين تروح بعد. طيب طيب ذكرت لي نقطة، السيد المالكي قبل قليل صرح شكر الكثير من الشخصيات لكن لم يشكر الكاظمي، طبعا فقط الكاظمي. نعم. أنت ذكرت لي نقطة موضوع أي واحد اللي ينضم ويانا أهلا وسهلا ومرحبا من الكتل الأخرى، تمام؟ السيد المالكي قال نسعى من اليوم إلى تشكيل الكتلة الأكبر، تمام؟ ممكن تتحالفون مستقبلا يا سيد المالكي لتشكيل كتلة أكبر؟ كل شيء وارد. طيب كل شيء وارد، نحن ما عدنا ضالين على أي أحد، الماضي كلها احنا نسويها عبيدية جو الفراش وراضين عنهم كلهم ومو زعلانين رغم كل الأذى والقسوة اللي عاملونا بها، ولكن هذا هو الأب، دائما يكون مستوعب ويكون يعني للجميع، وإن شاء الله احنا ككتلة سنية سنقبل بأي كتلة فائزة سنية أن تكون تحت ظل تحالف تقدم. نعم. طيب أستاذ علي، التحالفات الأخرى الباقية لحد اللحظة كل واحد يقول أنا متصدر أنا متقدم، يعني هسه احنا اللي درسناه كرياضيات. طيب أحكي لك رياضيات. طيب من خلال الأشرطة. طيب تقدم متقدم في المحافظات الستة. طيب أما التحالفات البقية صراحة ما أعرف إيش قد حصلت، يعني ولكن من أنطيك إياها بالأرقام وبالشرايط، تقدم مكتسح يعني بالأنبار اكتساح، يعني تقريبا 14 مقعد في 14؟ 14 من أصل 15 بس، من أصل 15 أي بس. طيب طيب خلينا أرجع لي بعد، طبعا كان هناك شكوى من أهالي الحبانية في الأنبار من تعطل أيضا بعض الأجهزة، هذا صباحا كثير من الأجهزة تعطلت حتى في كركوك وفي صلاح الدين، ولكن تتجاوز الآن المشكلة مو هنا، الآن موقع المفوضية يتوقف بالكامل قبيل إعلان النتائج الآن في هذه اللحظة. طبعا إذا الشباب يريد يطلعوه عاجل موقع مفوضية الانتخابات يتوقف أو يمكن ربما يصاب بعطل قبيل إعلان النتائج. الخبر أيضا اللي وصلني الأهم أن السيد يحيى المحندي يأتي بعد السيد محمد الحلبوسي في أعلى الأصوات في الدائرة الأولى في الفلوجة، هذا اللي أقرأ الآن. طيب أكو قناعة عند المواطن العراقي اليوم اللي ما طلع للانتخابات أنه القضية ميؤوس منها أو هذا البلد ميؤوس من عنده؟ في وقت المؤتمرات الانتخابية نجد الكثير، وفي وقت الخروج إلى الصندوق للتغيير لا نجد أحدا، حقيقة معتوب على، يعني هنالك عتب على المواطن العراقي. طيب أنت تريد تغير، ما تركب دبابة وتروح على قصر الجمهوري وتحتله وتحتل الإذاعة، هذا الوقت ولا راح، ماكو بعد هذا الشيء. طيب تسوي انقلاب، ما يصير بعد انقلاب، الطريقة الوحيدة للتغيير هم أبناء الشعب العراقي عن طريق الانتخابات، وهذه نتيجة حتمية يجب على الجميع الوصول إليها. إذا ما يأخذ المواطن العراقي دورة
ومسؤوليته في التصدي لهذا الموضوع وإجراء التغيير بنفسه، فالوضع أكيد سيبقى على ما هو عليه، رغم أن اليوم صار التغيير في بعض في الخارطة السنية السياسية. طيب. يعني صار أكو راح يصير تغيير كبير في الخارطة السنية. لا لكن اليوم حتى المساجد والجوامع. يعني تواصيل يقول لهم قوموا بس اطلعوا، أبو الجامع يسولف، أبو الحسينية يسولف. طيب. أبو سيارات تفتر بالشوارع وشايلة سماعات في سبيل تحث الناس، ماذا يريد المواطن حتى يخرج؟ طيب الخلل وين؟ الخلل بالمواطن. بالمواطن؟ نعم. لو ربما الكتل السياسية التي لم تقدم شيئا إلا قبل الانتخابات. أسا ما قدمت، ما قدمت غير أرد أغيرها. طيب. غير أرد أجيب واحد شريف وبيحار، إذا أرد أجيب واحد وما أطلع شلون أغير؟ شلون أغير؟ إذا الخلل الأكبر يتحمل بنسبة 70% المواطن. الإنسان هو المسؤول عن التغيير، هو أداة التغيير. طيب والحلول شنو اللي قادم الأيام؟ هسا أنت برأيك هذا الموضوع، موضوع اليوم إحنا هذه الانتخابات كانت أقل ضغوطات بصراحة من الانتخابات الماضية. الانتخابات الماضية كان هناك تهديد واضح بالسلاح، وكان تهديد اليوم في السلاح في بعض المراكز، في بعض المراكز في صلاح الدين، في صلاح الدين وغيرها، وكذا تمام كان هناك تهديد. نعم. بس مو مثل ذيش الانتخابات. نعم. تمام. نعم. لكن أعتقد اليوم كانت الإنسيابية أعلى، الهدوء أكثر من يعني تلك الانتخابات. اليوم إحنا اللي شاركنا، خلنا نحكي بس المشاركين. طيب. كان بالهم مرتاح من دي يروحون الانتخابات. يعني كل مرة يروح بتشنج، ما يعرف إيش راح يصير، بترقب، عنده إحساس إنه أنا صوتي رايح مزور، راح يتزور، راح تنقل أصواتي لغير مكان، هاي اليوم كلها ما موجودة، فراح الإنسان العراقي أو المواطن العراقي ذهب بالإنسيابية إلى صناديق الاقتراع. وان شاء الله تظهر النتائج الرسميه حتى نبدا بالمرحله الثانيه. نعم. حتى انتخابات يعني انه اللي كان يعول انه ما تصير لا صارت. نعم. كثير كانوا يعول انها لن تجري هناك انتخابات. نعم. تمام. خلينا المصادر ايضا اللي وصلتني الان، ارشد الصالحي اولا ويتقدم على انه منافسي في الدائره الثانيه في كركوك. الدائره الثانيه في كركوك تشهد تنافسا بين غريب عسكر وعمار هدايت، وأيضا الدائرة الأولى في كركوك تشهد تقدما للمرشح الكردي شاخوان عبد الله، أيضا محافظ كركوك راكان الجبوري والمرشح عن تقدم محمد تميم الأعلى أصواتا في الدائرة الثالثة. يعني هسه كتقدم جاكم مقعد في كركوك، مقعدين مقعدين؟ اي بعد يعني بعد في مركز كركوك ناخذ مقعد، واحتمال اكو مستقر راح يصعد عربي. لان صراحه هو التوازن العربي الكردي التركماني في كركوك مهم. فيعني هم 12 مقعد، لازم اربعه عرب، اربعه المفروض اربعه عرب، اربعه كرد، اربعه تركمان. اليوم اعتقد راح احصل تقدم مقعد ثاني ونحصل عربي اخر حتى نصير اربعه في محافظه كركوك. نعم. نعم. حتى أربعة في محافظة، يعني لا أربعة صعب اليوم أنا أعتقد. لا أعتقد الآن في قانون الدوائر مو صعب. اليوم إحنا عندنا المشكلة إنه العرب في كركوك في الدائرة الكردية في دائرة دبس لم يرتبوا أوراقهم، فصار أكثر من مرشح. لو كان مرشح واحد كان حسم الأمر يعني. نعم. أي كان حسم. في دائرة الدبس أكو منافسين آخرين يعني. يعني أكو نازل بسام. بسام محمود اللي هو أخو الكابتن يونس محمود. نعم. ونازل الشيخ مهيمن الحمداني. لا شو مهيمن يقال هناك يعني عبر 10,000 حسب ما وصلني قدر قليل. هذا اللي فهمت. يعني سي عربي يصعد هو مكسب. طيب. اي عربي يصعد مثلاتهم واحد اعتقد هو عزم. مهيمن؟ اعتقد من عزم يعني. نعم طيب خلي اقرا ما ذكر السيد محمد الحلبوسي يقول فيه مبارك للعراقيين خيارهم واختيارهم. فاليوم أنجزنا انتخابات مبكرة استجابة لإرادة شعبنا العظيم، شكرا لكل من أسهم في إنجاح هذا العرس الانتخابي من الناخبين والمفوضية والمراقبين بدعم وإسناد القضاء الأعلى والقوات الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة والدور الإيجابي للأمم المتحدة ووسائل الإعلام والصحفيين. هذا ما ذكر السيد محمد الحلبوسي. أيضا ما ذكر السيد برهم صالح، إتمام الانتخابات نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب
وتأكيد على خياره الديمقراطي، وتنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبرة عن إرادته تحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل. نشكر الحكومة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات والمراقبين الدوليين لتهيئة مستلزمات النجاح لهذا اليوم. تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبرة عن إرادة الشعب. نعم. السلطات اللي من ضمنها السيد برهم صالح يتحدث عنها كانت معبرة عن إرادة الشعب في فترة ما بصراحة بالأيام الماضية. تفضل. يعني الحكومة السابقة اللي هي حكومة 18. ها السيد عبد المهدي. حكومة السيد عبد المهدي. طيب. حكومة 18 صراحة شابه الكثير من والدورة اللي هي مال 18 ظلمت كثيرا. طيب شلون؟ يعني بداية مظاهرات تشرين، وبعدين جائحة كورونا، والتي حدث ما صار من أحداث جعل من هذه الدورة يعني لم تأخذ دورها بشكل صحيح. ولكن عندما تغيرت حكومة السيد عادل عبد المهدي، أعتقد أن السيد الكاظمي كحكومة استطاع أن يدير الملف الخارجي بجدارة، واستطاع أن يوفق بين الكتل. السيد الحلبوسي كان شلون استطاع السيد الكاظمي أن يدير الملف الخارجي للعراق بجدارة. طيب. بجدارة قوية. طيب. واستطاع أن يوفق بين الكتل توافقا جيدا استطاع فيه. أنا أعتقد برغم كل الإخفاقات لأن السيد الكاظمي نجح بالسنتين أو الأقل من أقل من سنتين اللي أدار بها الحكومة. طيب. السيد برهم صالح يعني لم يكن بالمستوى المطلوب جدا، ولكنه حاول أن يعمل شيء. السيد الرئيس محمد الحلبوسي كان الأقوى والأفضل بتلاحمه مع الشعب وإصدار القوانين المهمة والخطرة. نعم. ليش البعض دائما ما يقول أن هذه الدورة في البرلمان لم تكن بالمستوى المطلوب؟ طبعا احنا انتظرنا برلمان قادم ربما أحسن. يعني أنا أول شيء دائما أتحفظ، مبارح ايضا في احد اللقاءات ذكروا انه هذه يعني الدوره ما صار بها شيء. يعني اريد يناقشني ليش شنو ما صار بها، شنو القانون اللي دزته الحكومه للبرلمان وما شرع؟ ليش دائما اتهام هذه الدوره؟ نعم ينتظرنا اعمال جسام، وينتظرنا يجب ان يكون برلمان قوي ونواب اقوياء يستطيعون ان يخرجوا من الدائرة الحالية إلى دائرة أخرى تكون أوسع فضاء. طيب. العراق بحاجة إلى استثمار، العراق بحاجة إلى الكثير ليعمله في الدورة القادمة. طيب عندي هنا خبر مهم وردني. نعم. رويترز، اقتراح تشرين سجل أكبر مقاطعة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين. يعني نفس الانتخابات اللي صارت 6 و10 و14، 10 لا صار بها نوعا ما صعود. طيب. بس 14 و18 ايضا ترى النسبة ايضا كانت نفس هذه النسبة تقريبا. هو يقول رويترز اعلى نسبة منذ الاطاحة بنظام صدام. اي نعم. وقد تكون صحيحة. ها؟ وقد تكون صحيحة. المهم الانتخابات مشت. يعني ما حد يقدر انه الاسباب ناقشناها انا وحضرتك، صوت الحكومة، صوت المواطن، صوت الكتل، المهم ان الانتخابات مشت، عدينا هذه عدينا هذه المرحلة. طيب طبعا اكو رد للسيد كريم النوري وكيل وزارة الهجرة، نوجه له تحية. يقول الآن الأعداد لأصحاب الستوتات لجمع لوحات الإعلان فاق بأضعاف عدد المشاركين في التصويت، والمنصور التي كانت هذا اليوم مدينة أشباح الآن شهدت حضورا غير مسبوق لأصحاب الستوتات. معلومة مسربة، مشاركة الستوتات بلغت 60%. يجوز بس تقطع، يجوز هسه نطلع على وياك من الاستديو، يجوز ما نلقى ولا لوحة. لا ما نلقى ولا لوحة. تمام. هذا يدل على فشل الحكومات من 2003 لليوم. طيب. اليوم المواطن العراقي لعاد يروح يجيب الحديد مال الصورة حتى يبيعه، وين وصلوا العراقي؟ وين وصلتوا المواطن؟ وين تريد تروحون به؟ يعني اليوم هذه اللي دا يصير اليوم بالصور الانتخابية خير دليل.
على ارتفاع الفقر بالعراق، والعراق قام يوصل لهذه المرحلة انه يشيل الحديد حتى يبيعه بالشارع. نعم. فشل ذريع، فشل في فشل في فشل. طيب حسب ايضا ما وردني عاجل، هناك تصدر واضح للنائب احمد عبد الله موسى الجبوري من نينوى ايضا في دائرته، كان هناك تقدم واضح نعم في جنوب نينوى ايضا حسب ما وردنا، ايضا هناك تصدر واضح للسيد وعد القدو في سهل نينوى. أكيد يعني. ليش اكيد؟ ها؟ ليش اكيد؟ جايبه بخشم البرنه والازدماع. طيب. ايضا هناك تصدر واضح للسيد سر وعد الواحد في السليمانية، وهناك تصدر واضح لياسر صخيل في كربلاء ايضا. سار علي ذكرت لي راح نبدي مرحلة جديدة، شنو هذه المرحلة الجديدة وشنو اللي تنوون بيها بصراحة اليوم أنتم كحزب ربما من الأحزاب المتقدمة انتخابيا؟ نعم، مع العلم احنا مشاركين أول مرة. أول مرة مشاركين. تمام. يجب تشكيل حكومة قوية. طيب. حكومة تكون لديها ملفات الاستثمار والاقتصاد الأهم، وملف الأمن أيضا مهم، لكي يتم حسمها، لكي العراق يكون عاد جاني، العراق يكون مصدر، العراق يكون يحسبها بالفلوس. يجب أن تكون هنالك بحبوحة للعراقي في العيش، كافي الاعتماد فقط على النفط كمصدر وحيد وترك المصادر الأخرى. يجب أن تكون حكومة متكاملة قوية تحس بالمواطن العراقي ومشاكله وتحلها. نعم. طيب انتوا ناويين هالمره تدخلون للحكومه بقوه، يعاد السيد رئيس البرلمان مره اخرى لو تمنحون الفرصه لغيركم بهذه الدوره على الاقل، وشنو الوضع تحديدا؟ المشكله كحزب ديمقراطيين. طيب. والسيد الرئيس محمد الحلبوسي مؤمن بالديمقراطيه. السابق قصدك؟ السيد الرئيس هسه رئيس الحزب. ها رئيس الحزب. ايه. طيب. السيد الرئيس محمد الحلبوسي مؤمن بالديمقراطيه، واحنا ما نخلي الا ان يكون رئيس. يعني احنا راح نفرض عليه احنا كاعضاء حزب وكوادر وتنظيمات انه هو يكون الرئيس، بسبب انه يجب ان تكرر الرئاسه لانه نجح بها، ولانه ادار المجلس اداره رائعه، كذلك ادار الملفات خاصه في الملف السني اداره جيده. فنتمنى ان يعاد ويكرر السيد الرئيس محمد الحلبوسي، وهو مكرر باذن الله. نعم. ايضا حسب ما وردني التحالف تقدم يحصل على مقعد في الدائرة الأولى بمحافظة صلاح الدين، تحالف تقدم يقترب من الحصول على مقعدين في الدائرة الثالثة بمحافظة كركوك. نعم. الآن وردني أنت ذكرت لي الآن أيضا سروة عبد الواحد تتصدر في السليمانية، اندلاع اشتباكات بين مرشح النوافي يوسف سالم النوفلي ومرشح أبو محمد كريم عليوي في محافظة ميسان. يعني نتمنى ان ما تصل الموضوع بالسلاح، الموضوع يجب ان يقبل الخاسر بالخساره، هاي ديمقراطيه، هو قبل ان يفوت انتخابات يجب ان يقبل بالربح وبالخساره. طيب. فنتمنى انه ما تكون دماء بين ابناء الشعب الواحد ان شاء طيب. الله. طيب في ديالى هناك تقدم كبير في دائره خانقين لتحالف عزم المرشح مضر الكروي ايضا. هناك وقالت تقدم لمرشح عزم فارس طه الفارس في الدائرة الثالثة في الأنبار أيضا، تصدر للنائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي في الدائرة الثالثة في محافظة البصرة، وأيضا كما ذكرنا النائب عن تحالف الفتح وعد القدو كاتبين النائب في محافظة الموصل، حصول مرشحة الفتح منتهى عبد الوهاب على الدائرة السابعة في نينوى لغاية الآن 7160 صوت، هذا من مراقبي الكيان. هناك تقدم واضح للدكتور مزاحم الخياط والدائرة السابعة في محافظة نينوى. على الركاب أيضا يحصل المركز الأول. شو اسمه بعض الدوائر الانتخابية حسمت نتائجها من نسبة 99 بالمية. هي طبعا هي الشرائط حددت الفائز منها. نعم. فوز غزوان الغزي عن الكتلة السطرية بمقعد في الدائرة الأولى بمحافظة ذي قار، وياسر صخير أيضا في محافظة كربلاء. إمكانية إعادة الرؤساء الرئاسات الثلاث مرة أخرى، إعادة السيد برهم صالح لا دقيقة السيد الكاظمي السيد الحلبوسي. هسه الحكومة يجب أن تكون جديدة بكل وزاراتها، الكابينة الوزارية يجب أن تكون جديدة. طيب.
ليش احنا اذا وزير نجح في هذه الدائرة ليش ان شاء الله يرجعون الكتل السياسية يحطون لنا شرط مثل ذيك الحكومة انه المجرب لا يجرب واللي نائب ما يصير وزير واللي وزير سابق ما يستوزر. هذا مو قانون. طيب هذا يعني فرضته بوقتها لكن اثر على حكومة السيد الكاظمي وحتى عبد المهدي على حكومة عبد المهدي. نعم. طيب إمكانية التكرار يعني اليوم خلينا نكون واقعين رئاسة الوزراء يختار المكون الأخوة في المكون الشيعي رئيس الوزراء. طيب. ورئاسة البرلمان أو رئاسة مجلس النواب يختار المكون السني والجمهورية الكردي كمكون سني. اليوم النتائج طلعته على قولتك بنسبة 99% يوم تحالف تقدم هو الأول. طيب. إذا تحالف تقدم هو من سيقرر من سيكون رئيس البرلمان وهو مقرر على أن يكون السيد الرئيس محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب القادم. طيب. لا هاي شوي عيد لي اياها عمد يسمعها المواطن. كمكون سني هو من يأتي برئيس مجلس النواب. طيب. هو حصل المكون السني. طيب. اليوم النتائج حسمت لحد الآن بالنسبة لحد الآن وإحنا قاعدين أنا وياك ب8.5 بنسبة 99%. صح. وبين أن التحالف تقدم هو التحالف الأول بفارق كبير عن باقي التحالفات المناطق السنية. إذا التحالف تقدم هو من سيأتي برئيس البرلمان. طيب. تحالف تقدم متفق على تقديم السيد الرئيس محمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب القادم. طيب. رئيس الوزراء لحد الآن أنا صراحة ما بتدري أكو معادلة دولية وأكو ما عندنا أي مشكلة لا ويا الدول ولا ويا هذا. إحنا بالعكس إحنا الأقرب للكل. خارطة الشيعة أو الكتل الشيعية لحد الآن صراحة ما قاريها من الأول من الثاني يعني ما نعرف. فهم من سيأتون برئيس الوزراء الشيعي سواء سيد الكاظمي أو غيره. أعتقد هالمرة المعادلة الكردية راح تختلف. هنالك مشكلة صارت في السليمانية أدت إلى تأخر الاتحاد عن بعض المقاعد قد يكون وقد تكون حصة رئيس الجمهورية هذه المرة من الحزب الديمقراطي. تمام. شوف اكو هنا نقطة يقول للسيد قاسم الفهداوي يحصد اعلى الاصوات في الدائرة الثانية في الانبار. ما اعتقد. ما ادري يعني نهائيا مو صحيح. ليش؟ ما اعتقد الدائرة الثانية اللي هي الرمادي ما هيك؟ تمام اللي بيها السيد المحافظ. لا مستحيل احد يقدر ابو زيدون مالك محبة الناس فما اعتقد. اعتقد هذا شو اسمه منو المصدر؟ يعني احد المصادر المهمة ايه؟ يعني من المراسلين يبعث لي. لكن عندي سؤال الاهم ان مفاضية الانتخابات الان نشرت تقول كل ما ينشر من نسب وفائزين هو غير صحيح. يعني يقول لا تعتمدوا هو غير صحيح. يعني هسه انت حضرتك موجود معي في اغلب المجاميع والجروبات. نعم. احنا ما نقول النسبة ننطي الشرائط الموجودة اللي هي اللي مقرئة من الجهاز. نعم. فبالتالي اللي يريد يقول فلان حصل وفلان حصل خلي يرفق ايضا وياها هذه حتى نقدر نصدق واحنا بانتظار يعني المفوضية ايش راح تقول. نعم. طيب احنا اليوم اليوم فعلا ستخرج لنا هذه الانتخابات برلمانا جديدة اللي أول مرة قد نسبة التغيير ممكن أن تكون في هذا في البرلمان الخامس؟ أعتقد فوق 70%. 70%؟ يعني كأشخاص. ليش قد نسبة التغيير ذاك البرلمان بصراحة؟ كان 70% كأشخاص. كأشخاص؟ بعد إحنا ما شايفين عندهم إلا كم شخص اللي يسولفون واللي نعرفهم فعليا. هي المشكلة نعم هنالك ناس يصعد ويطلع من البرلمان ما حد سامع له صوت وهذا يعني أتمنى أنه الشعب يعاقبه يعني لازم الناس يعاقبوا بعدم انتخابه مرة أخرى. نعم. طيب الخروقات الإقبال على الصندوق كان ضعيفا بالنسبة الخروقات أيضا كانت ضعيفة إيش قد ممكن نسبة النجاح اللي نعطيها لهذه الانتخابات اليوم؟ نسبة نجاح كمفوضية وكحكومة وكإدارة وكقضاة في المفوضية وكموظفين وقوات أمنية 100%. طيب. 100% نجحوا بإدارة الملف. طيب. كعدم مشاركة لا طبعا يعني صراحة مخيبة للآمال. طيب. انطيني نسبة أو انطيني تقريبا اليوم حسب الإحصاءات الأولية اللي عندكم في المحافظات. انت في بداية الحلقة باركت لكن أنا ما عرفت ايش قد الأعداد بصراحة. يعني
الأنبار أي. 14 مقعد. طيب. صلاح الدين 3. أي. طيب. ديالة. مين عندكم متصدرين بصلاح الدين؟ يعني أنا سمعت شيخ شعلان بعد منه. شيخ شعلان والأستاذ عمار المحافظ. طيب. عمار. أي. وبدر الفحل. طيب. مع هذول الأقرب. طيب. يعني شيخ شعلان وعمار عبره وإن شاء الله بدر يعني أيضا قريب. طيب. ديالة. أيضا 3. طيب. نبارك لمرشحنا بديال في المقدادية اللي هي أصعب دائرة بالعراق. لما تمتلك من سلاح منفلت وغيرها وغيرها. الأستاذ غازي الجبوري تصدر على المرشحين في دياله. طيب. في المرشحين في المقدادية عفوا في منطقته يعني. نعم. نينوى راح نوصل 12. طيب بغداد لحد الآن انطيني وين عندكم دوائر متصدرة لحد الآن؟ لا 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 دقيقة، لحد الآن مثلا دائرة المدائن عندكم مقعد، مقعد يعني زياد الجلالي، استاذ زياد، واكو مقعد لدائرة القانون اللي بها الآن الشيخ غاندي الكزنزاني تفوق. طيب هاي اثنين. عندنا تفوق النائب يحيى العيثاوي في الدورة والنائبة وحدة الجميلي. طيب. وناخذ أسد النافس على عدد. رغم أنا ما سمعت أسماءهم صراحة من الصبح لحد الآن. لا لا هي. شو سكتة؟ مدري هي. مدري هي الدائرة شوي. بعيدة. بعيدة. والآن دنكاون على الثالث، يعني اليوم يمكن محتمل يصعد الشيخ عبد الكريم عرطان على الثالث. طيب. في دائرة شمال بغداد تفوق الأستاذ ليث الدليمي والدكتورة سارة الدليمي، اثنيناتهم متفوقين. طيب. لكن يقال الأول على الدائرة الدكتور محمود المشهداني الآن حسب ما ينشر. احنا عندنا عليه عبر تفوق. طيب. ما أعرف قلت لك بالتحالف البقية ما أدري بس يعني عبر يعني. ست سارة دكتورة سارة لحد ما قبل ما فوت الاستوديو وباقي ست محطات ما مفتوحة عبر 3600. هاي ستة. زياد الجنابي حسبناه. ويا زياد واحد اثنين باثنين يعني ستة. نجي على دائرة أبو غريب تفوق للنائب كريم أبو سودة. طيب. وست سناء يعني أبهرت الجميع ككوتا النساء. طيب. سناء السعلو. طيب. هاي ثمانية. ثمانية. جنوب بغداد حسم حامد وزيتون. طيب. أي حامد؟ حامد القرغولي. طيب. ومرشحنا هناك الأول على الدائرة. عشرة هاي. أي نعم. عشرة صرت في بغداد. في بغداد أنا قلت لك عشرة. طيب. بعد. البصرة شنو ما قلت؟ بعد ما عرفنا الملامح مالتها لحد الان. طيب. دائرة العظمية. وعندكم ايضا دائرة الشعب بها ست امل القاضي. ست امل القاضي. يقال انه يعني يقال انها مرشحة قوية. وست شذا ياسين يقال انها ايضا قوية في دائرة الزيون. العزاوي. شذا العزاوي. طيب يعني هم 12 خلينا نقول. عندكم بابل وحدة. ست شو اسمه ست امل الجنابي طلعت عبرت. يعني يقال يعني ذا يباركونها. ايه. عبرت. يبقى لنا البصرة ننتظر الأستاذ أخبار الأستاذ صفاء الغانم إن شاء الله. هاي صار 45 مقعد بالحسابات الأولية. الأولية نعم. طيب خليني أريد أختم. نجاح هذه الانتخابات المبكرة بصراحة يحسب لمن يعني بالدرجة الأولى وبعدين ننتقل بالتسلسل. بالدرجة الأولى يحسب للرئيس محمد الحلبوسي الذي قاتل قتالا قويا لإقرار قانون أعلى الأصوات والدوائر المتعددة والانتخابات المبكرة. طيب. ثم الشكر موصول للحكومة العراقية المتمثلة بالسيد مصطفى الكاظمي والمفوضية. طيب. الشكر موصول للمفوضية وقضاتها الذين أداروا الملف بصورة صحيحة. الشكر موصول لكل قواتنا الأمنية البطلة التي ساهرت لمدة أيام لكي تؤمن الانتخابات، وإن شاء الله تكون الله ما يضيع يتعبهم بعون الله. طيب. وأنا أيضا أريد أن أشكر من هذا المنبر كل قطرة دم سالت من أجل أن تكون هذه الانتخابات أن تكون هذه الانتخابات. نعم. كل شهداء تشرين الذين كان لهم دور الأبرز والسبب في هذا التغيير. أيضا شكرا لكل قواتنا الامنيه اللي اليوم وقفوا. شكرا للاعلاميين ومنهم حضرتك استاذ ابو فيصل الاعلاميين سامرة والقنوات الاخرى التي كل غطت احنا بس نطلب من كل الزملاء الاعلاميين شويه تأمين بالنشر. يعني اذا اشوف اي واحد انا اسمه يقول لي فلان مكتسح يعني بعيدا عن التحزبات اصبروا على خليك تجرد من انتماءاتك من عواطفك وانتظر يا اخي الى ان تطلع النتائج لتستعجل. اكو هناك
أيضا أن مفاوضية الانتخابات لا يمكن حاليا الوصول للنتائج لأنها تأتي بطريقة سرية جدا، يعني كل هذه النتائج كانت أولية، صور النتائج المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، هذا حسب ما يقول مدير دائرة الإعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات. أنا خليني أختم وياك، إن شاء الله نشوفكم بعد الانتخابات إن شاء الله طبعا. بعد النتائج النهائية. إيه هسا أنا عندي 45 راح بنتطلع النتائج أحسب إيش قد، ويعني 45 تعتبر الكتلة السنية الأكبر إن شاء الله تمام. التحالفات الباقية السنية أقصد ربما ستكون مقاربة منكم أم بفارق كبير. مرحبا بأي بأي كتلة، بعدد النقاط، بأي كتلة تأتي تحت تقدم، تقدم سيكون مستوعب وليس متحالف. طيب حسب ما يقول لي زميل المخرج يقول لي السيد حيدر ملا يفتر بالعامرية يحتفل بفوز الشيخ غاندي تمام. صاعد كوية زميل المخرج يقول بالكي يربي صاعد يحتفل بفوز السيد غاندي. تحياتنا الأستاذ حيدر الملا وتحياتنا الشيخ غاندي النائب الفائز إن شاء الله. وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة في هذه الساعة، شكرا لكل الزملاء، السيد مدير قسم الأخبار وأيضا كل الجنود المجهولين في غرفة الأخبار، كل الزملاء مقدمي البرامج. أنقل لكم تحيات أيضا مخرج البرنامج السيد موال سامرائي، وأنتم نراكم غدا إن شاء الله برلمان خامس جديد وتغيير أيضا إن شاء الله مرتقب بعيدا عن كل التأثيرات الخارجية والداخلية رغم نسبة المشاركة القليلة. رسالة للشعب اليوم، أنت تريد تغير فعليا لازم أنت تطلع للصندوق وأنت اللي تغير بيدك توعي ناسك وأهلك وجيرانك وقرابتك إذا فعلا تتغير. بس لا تجيني بعد يوم ويومين أو بعد ما تشكل الحكومة تطلع تظاهرة وتبكي، أضعف الإيمان، أنت غير منتمن، ما عندك ولاء لأحد، ما تدعم أحد، كانت تطلع تنتخب قوى تشرين اللي طلعت أيضا ووقفت وكان لها الأثر الكبير في هذه الانتخابات المبكرة، على الأقل كان طلعت أيدتهم وانتخبت وغيرت. هذه أضعف الإيمان إذا لم يكن لك شخص تثق به، لكن أن تبقى جالس في البيت ونايم للظهر وما تطلع تنتخب وبعدين تريد من رئيس برلمان قادم من حكومة قادمة هي تغير لك واقعك، لا تجي تعتب ولا تجي تسولف. احنا كإعلاميين بعد نسبة المشاركة اليوم المحبطة للآمال يعني قطعنا الأمل بالمواطن أولا، لازم اللي هو يطلع يغير للأسف الشديد. شكرا لكم، نراكم غدا هوا مقدار الحمداني، نترككم بحفظ الله ورعايته. شكرا أستاذ علي المحمود القيادي في تحالف تقدم الوطني، شكرا مبارك لكم، شكرا مبارك بعمرك، حياك الله، نشوفكم باكر في أمان الله.